يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الندوة البرلمانية العربية حول الوضع العربي الراهن، وذلك في القاهرة خلال الفترة من 15 حتى 16 من سبتمبر الجاري، وذلك برئاسة سعادة السيد أحمد إبراهيم بهزاد عضو مجلس الشورى وعضوية عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، حيث يلتقي أعضاء البرلمانات العربية لتسليط الضوء ومناقشة مستجدات الأوضاع العربية. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من المنامة سعادة النائب جمال داود عضو مجلس النواب عضو الوفد المشارك في أعمال هذه الندوة. سيد جمال، بداية نرحب بك، ولو تطلعنا وتحدثنا أكثر عن أهمية هذه الندوة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في شك بأن الشعب البرلماني برئاسة معالي الرئيس أحمد بن إبراهيم الملة اتخذ القرار بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي جاء بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب المصري رئيس الاتحاد البرلماني العربي الحالي، بحيث أن هذا المؤتمر راح يناقش عدة محاور في غاية الأهمية في ظل التطورات السياسية العالمية والإقليمية، وكذلك المؤثرات السياسية الاقتصادية التي بدأت تجه العالم العربي بشكل عام. فلذلك سيتم التركيز خلال هالمحاور في المؤتمر على الأوضاع الأمنية بصفة عامة، وكذلك التحديات الخارجية التي تتعرض لها بعض الدول، خاصة أن البحرين واجهت هذه المسألة وعانت منها معاناة كثيرة. نعم. وواجهتها بطرق يعني جدا في غاية الأهمية، بحيث أن الدول العربية تنظر للبحرين بأنها هي كانت لها مواقف بغاية الأهمية وأصبحت نموذج كيف يتعامل مع التهديدات الخارجية التي تتعرض لها. نعم. الدول العربية وخاصة مملكة البحرين كواحدة منها. طيب سيد جمال، أنت يعني كونك عضو مجلس النواب وأيضا مشارك في هذه الندوة، ما توقعاتك للنتائج والتوصيات التي من الممكن أن يتم الخروج بها من هذا الاجتماع؟ ما في شك طبعا يعني هناك هذا الموضوع نوقش في بعض الاجتماعات السابقة للإعداد له، وكان مهم جدا بنحن ننظر في عملية التعاون الإقليمي والتعاون العربي ككل، في نفس الوقت من نحن أيضا ننظر إلى كيفية الوصول إلى تشريعات موحدة بحيث أنها تؤكد على مسألة مقاومة مواجهة الإرهاب، وأيضا التعامل مع الجهات التي تمول الإرهاب بتشريعات عربية موحدة بحيث نضع حد وأيضا ننهي ما تتعرض له الدول العربية من تهديدات إرهابية. نعم. الجانب الآخر هو الوضع الأمني والاقتصادي بشكل عام، بحيث أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت تشكل بعض المخاطر لبعض الدول العربية، وبالتالي فإن الجانب الاقتصادي أيضا من الأمور التي من شأنها شأن هذا المؤتمر أن يتوصل لبعض القرارات التي ممكن تحقق الأمن الاقتصادي للوطن العربي ككل. نعم. وبالتالي يكون هناك تبادل اقتصادي مما يؤكد الأمن. نعم. الغذائي للعالم العربي، خاصة أن استراتيجيات لبعض الدول العربية مثل السودان. نعم. ومصر وبعض الدول العربية اللي تحقق الأمن الغذائي للعالم العربي ككل. إذن من المنامة سعادة النائب جمال داود عضو مجلس النواب عضو الوفد المشارك في أعمال الندوة، شكرا جزيلا لك.